عباد الله، حديثنا لهذا اليوم بعنوان قصة وعبرة، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ذهب أبو العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له: يا محمد، أريد أن أتزوج ابنتك زينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفعل حتى أستأذنها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب فقال لها: إن أبا العاص جاء يريد أن يتزوج، فهل ترضينه زوجا لك؟ فاحمر وجهها وتبسمت، فسبحان من جمل النساء بالحياة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجت زينب أبا العاص ابن الربيع، وأنجبا عليا وأمامة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو العاص مسافرا، وحين عاد وجد زوجته قد أسلمت، فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها، فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت. فقال: هلا أخبرتني أولا؟ قالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، لقد أسلمت أمي، وأسلم إخوتي، وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال: أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته، وما أباك بمتهم، فهلا عذرت وقدرت؟ إنه الحوار البناء بين الزوجين. فقالت زينب رضي الله عنها: ومن يعذر إن لم أعذرك أنا، ولكن أنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه، إنه الفهم والاحتواء. عباد الله، وظل أبو العاص على كفره، ثم جاءت الهجرة، فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بها، وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش. زوجها يحارب أباها، فكانت زينب رضي الله عنها تبكي وتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فيتم ولدي، أو أن أفقد أبي، إنها الحيرة والرجاء. عباد الله، ويخرج أبو العاص ابن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة، فيؤسر أبو العاص، وتذهب أخباره إلى مكة، فتسأل زينب رضي الله عنها: ماذا فعل أبي؟ فيقال لها: انتصر المسلمون. فتسجد شكرا لله، ثم تسأل: وماذا فعل زوجي؟ فقال: أسره حموه. فقالت: أرسل في فداء زوجي، إنه العقل والتأني. ولم يكن لديها شيئا ثمينا تفتدي به زوجها، فخلعت عقد أمها خديجة رضي الله عنها الذي كانت تزين به صدرها، وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم جالسا يتلقى الفدية ويطلق الأسرى، وحين رأى عقد السيدة خديجة رضي الله عنها
سأل: هذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء أبو العاص ابن الربيع. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عقد خديجة، إنه الوفاء إخوة الإسلام. عباد الله، ثم نهض وقال: أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممناه صهرا، فهلا فككتم أسره؟ وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها؟ فقالوا: يا رسول الله، نعم، إنه تواضع القائد وأدب الجنود. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العقد، ثم قال له: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال له: يا أبا العاص، هل لك أن أساررك بشيء؟ ثم تنحى به جانبا وقال له: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهلا رددت إلي ابنتي؟ فقال: نعم. وخرجت زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، فقال لها حين رآها: إني راحل. فقالت: إلى أين؟ قال: لست أنا الذي سوف يرتحل، ولكن أنت سوف ترحلين إلى أبيك. فقالت: لما؟ فقال: لقد فرق الإسلام بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: فهل لك أن ترافقني وتسلم؟ فقال أبو العاص: لا. فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة، وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى 6 سنوات، وكانت ترفض على أمل أن يعود إليها زوجها، إنه الوفاء. عباد الله، وبعد 6 سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام، وأثناء سيره يلتقي مجموعة من الصحابة ويفقد قافلته، فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبيل أذان الفجر. فسألته حين رأته: أجئت مسلما؟ قال: لا، بل جئت هاربا. فقالت: فهل لك إلى أن تسلم؟ فقال: لا. قالت: فلا تخف، مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. إخوة الإسلام، وبعد أن أمّ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في صلاة الفجر، إذا بصوت يأتي من آخر المسجد: قد أجرت أبا العاص ابن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فهو ابن الخالة، وإن قرب فهو أبو الولد، وقد أجرته يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذممته صهرا، وإن هذا الرجل حدثني فصدقني، ووعدني فوفاني، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله، وأن تتركوه يعود إلى بلده، فهذا أحب إلي، وإن أبيتم فالأمر إليكم، والحق لكم، ولا ألومكم عليه. فقال الناس: بل نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا زينب. ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها: يا زينب، أكرمي مثواه، فإنه ابن الخالة، وإنه أبو العيال، ولكن لا يقربنك، فإنه لا يحل لك. فقالت: نعم يا رسول الله. فدخلت وقالت لأبي العاص ابن الربيع: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا، هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ فقال أبو العاص: لا. وأخذ ماله وعاد إلى مكة. وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقي لكم شيء منها؟
فقالوا جزيت خيرا وفيت وأحسنت الوفاء. ثم قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دخل المدينة فجرا وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله آجرتني بالأمس واليوم جئت مسلما. ثم قال أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه يا رسول الله هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعال معي. ووقف على بيت زينب وطرق الباب وقال يا زينب إن أبا العاص جاء اليوم يستأذن أن يراجعك فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت رضي الله عنها. إخوة الإسلام، وبعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب رضي الله عنها. فبكاها العاص بكاء شديدا حتى رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليه ويهون عليه، فيقول له العاص والله يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب، إنها رفيقة الدرب وحبيبة القلب وحبيبة القلب ورفيقة العمر. ومات رضي الله عنه بعد سنة من موت زينب رضي الله عنهم أجمعين. فرضي الله عن زينب، ورضي الله عن أبي العاص، ورضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين. إخوة الإسلام، إنه درس العبرة، إن العبرة من هذه القصة الوفاء والمحبة والمودة والرضا والصبر والحياء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.